رجعنا لكم مشاهدينا لحتى نتابع لقاءاتنا بيوم جديد. محمد أيوب المدير التنفيذي لجمعية نحن هو ضيفنا التالي لحتى نحكي معه أكثر عن البلديات. مش عم نحكي عن البلديات لأنه بس يعني جمعية نحن تعنى، كنت عم بقلك أول ما شفتك، بموضوع رمل البيضة أو بموضوع كمان حرش بيروت أو بمواضيع بيئية تانية. كمان أنتوا عملتوا دراسات وعملتوا كمان يعني فتوا أكثر بمجال البلدي أو البلديات، شو دورة؟ نعم. هلا الانتخابات مفروض تصير بأيار. ليش لبلدية محمد؟ في كتار ما بيعرفوا شو الدور الفعلي للبلدية، مشان هيك رح أترك لك المجال لحضرتك تحكي، تفضل. شكرا لك ميري. هلا طبعا نحن كان فيها تكون الحكومة بس عم تحكم وهي عم تعطي كل الخدمات للناس، ولكن ليش ضروري يكون في بلديات مثل بلبنان أو بكل العالم؟ في أربع مقومات إذا بدك أساسية خلت الناس تتجه نحو شيء اسمه لا مركزية. وهالمقومات أول شيء أنه طبعا حكومة ما فيها تعمل تنمية بكل لبنان، يعني شفنا التجارب بالعالم أنه دائما كانت التنمية تصير بالمدن محل ما في مركز القرار. فقالوا يجب أن يكون القرار منه مركزي. ليش؟ اولا لانه في خصوصيه ومصالح متميزه لكل منطقه بمنطقتها، هذا اولا. وعاده الحكومه ما بتاخذها بعين الاعتبار، فلذلك يجب ان يكون هناك سلطات محليه ان تاخذ هذا التميز بعين الاعتبار وتعمل تنميه لهذا التميز. يعني سور مش مثل بعلبك، بعلبك مش مثل علي مش مثل طرابلس. كل منطقه عندها يعني خصوصياتها، عندها الثقافه تبعها، عندها اللاند ماركس تبعها، التاريخ تبعها الى اخره. فضروري اخذ هيدا بعين الاعتبار. ثاني مقوم هو انه يكون هيدي شخصيه معنويه كمان، مش انه موظف بنحطه، هي يجب ان تكون شخصيه معنويه. وثالث شيء انه تكون منتخبه. ليش منتخبه مش معينه؟ لانه المعين بينفذ قرارات اللي عينه، بينما المنتخب مفترض يمثل مصالح الناس اللي انتخبته. فاذا اول شيء هيدا واجب اللي بالبلديه هو ياخذ بعين الاعتبار هيدي الخصوصيه ويشتغل عليها ويطورها، وثانيا يعني يمثل اللي انتخبه. واهم شيء باللامركزيه او البلديات هو انه يكون عندها استقلاليه ماليه واداريه. شو يعني هيدا؟ يعني ماليه استقلاليه اداريه، يعني انا هن بياخذوا القرار، ما حدا بياخذوا عنهم، ما حدا بيقول لهم شو يعملوا، هن وعكس شو مصلحه المنطقه وبدهم يعملوا. وعكس ما كل الناس تحكي، مثلا بتلاقي رئيس بلديه بيطلع الحق على الدوله، الحق على السلطه المركزيه، وكانه عم بقول لا، البلديه هي السلطه المركزيه، يعني هي السلطه الاساسيه بقلب المنطقه، عندها استقلاليه اداريه وايضا عندها استقلاليه ماليه. وليش في استقلاليه ماليه؟ لانه انا ما فيني احكم مثلا بلا ما يكون معي مصاري، لانه بدي موظفين، بدي شرطه، بدي جيبي ضرائب، بدي بدي بدي. لذلك لهالاسباب قرر كان ضروري انه يصير في لا مركزيه، ومن هون انشأوا البلديات في لبنان. لا بس مصريات البلديه من وين بتجي؟ طبعا في اربع مصادر اساسيه لتمويل البلديه. اول شيء في الجبايه المباشره، يعني وخصوصا في كثير اشياء، في 17 نوع تقريبا، ولكن الشغلتين الاساسيه اللي عم تعمل مصاري بالبلديه هي القيمه التاجيريه والبناء. كرمالك بتلاقي يعني عم بعمروا بنا مفصلين عم بفوتوا مصاري، فبمحل ما بتصير كلها بناء. بما انه هون في المواطن هو مثلا يحكي مع البلديه انه ما بدي بقى هالعمار بما انه هو منتخب. هون صلاحيات البلديه اللي كثير مهمه لنعرف. اول شيء البلديات لازم تعمل شيء اسمه مخطط توجيهي للمدينه، او شيء اسمه بسموه ماستر بلان. يعني عاده اي بلديه بتكون عن جد بدها تشتغل للمنطقه تبعها، بتقسم المنطقه زونز او دوائر، بتقول هون منطقه صناعيه، هون زراعيه، هون محميه، هون سكنيه، هون سكنيه على المدى المتوسط او بعيد الى اخره. اذا فبتصمم المدينه وكيف حتى لما تقرر السكنيه او السكنيه بدها تدرس انه قد ايه عم بيصير في تكاثر للناس، قد ايه عندنا تكاثر. فبتصمم المدينه وبتعطي القانون حسب نمو هالمدينه على مدى 100 سنه، فانت بتكوني عم بتشوفي مدينتك ل 100 سنه حسب هيدا الماستر البلان او المخطط التوجيهي، وبتصمميها بشكل انه قد ما كتروا العالم حيضل في مساحات خضراء، حيضل بكل حي جنينه لاطفالنا الى اخره. للاسف اللي عم بيصير بلبنان اللي بتكون منطقه مصنفه زراعيا، بكون حدا على باله يعمل مرفأ مثلا بصنفها سياحيه، او حدا بيشتري الاراضي بدولار بما انه منطقه زراعيه، بعدين بيطلب من رئيس البلديه مدله تشارع وكهرباء ومي، وبعدين بغيروا تصنيفها بصير اللي اشتراه بدولار حقه 100,000 دولار، بصير غني فجأه.
للاسف ما عم بيصير في احترام للخصوصيه. هيدا الفساد يعني هيك صحيح. الفساد شوين ما كان. لذلك المخطط التوجيهي يعني اول شغله البلديات يجب ان يكون عندها مخطط توجيهي ويجب ان يكون عندها رؤيه مستقبليه لهالمدينه، كيف اولادنا واجيالنا حيعيشوا بعد 100 سنه وياخذوا بعين الاعتبار انه ما فينا نبني بنيات مثلا شوف الدكواني وجديده بتلاقي البنيات بين المصانع مثلا كل المناطق يعني حتى بيروت. ما يزعلوا مني من الدكواني وجديده كل المناطق ببيروت مش طبيعي يعني صح كثير صح، بس مش بس ببيروت اللي عم حاول اقول مثل كيف وصلنا وما حيزعلوا منا لانه هيدا تراكم مش انه بلديه عملتها وبغير مناطق عم بيصير نفس الشيء، صرنا عم نعيش حتى بين المجرير يعني بمحلات بتشوف المجرير ماشي من بين البيوت، فاذا في مشكله، اذا تخطيط في مشكله. هلا من صلاحيات البلديه كمان لانه كمان ضروري نقولها انه كمان البلديه غير انها تعمل مخطط توجيهي غير انها تعمل رؤيه مستقبليه على اساسها تقبل بمشاريع او غير مشاريع، شغله البلديه تعمل ساحات عامه، تعمل منتزهات، تعمل حدائق. يعني كنت عم تساليني مصادر التمويل، مصاري صح مصادر التمويل وليه عم اقول هيك؟ لان تخيل انت بفوت مصاري يعني انت بتدفع بتفوتي على دكان بتدفع 250 شوكولا مثلا، هل 250 في 100 ليره رايحه للبلديه، انت بتحكي تليفون اليونت اللي انت عم تحكيها جزء منها رايحه المصاري بتروح انت التليفون الكهرباء كل شيء عم تستعمليه كل شيء عم تدفعيه، بلا ما تحس المواطن بشكل يومي بلا ما يحس عم يدفع مصاري وعم بتروح للبلديه عم نمول يعني. اذا نحن عم نمول البلديه، طب ها مصرياتنا، طب هالمصريات كيف تستخدم؟ هلا مفترض يجب انه تستخدم انه البلديه هلا شو الوظيفة الأساسية للبلدية؟ القانون بيقول كل شيء ذو منفعة عامة هو من صلاحية البلدية بالنطاق الجغرافي تبعها، يعني الكهرباء هي منفعة عامة، المي هي منفعة عامة، السير منفعة عامة، الطرقات، الحدائق، المدارس، التربية، كل إذا البلدية القانون بيعتبرها هي حكومة حقيقية بقلب قلب المنطقة وهي مستقلة ماليا وإداريا، إذا هي تستطيع بالقانون أن تؤمن كل حاجاتهم لهذا العالم بقلب المدينة. يعني مثل ما كنت عفوا عم تقول ملامة الدولة أو الحق الدولة هيدي ما هيدي مش ضابطة معهم، هيدي مش ضابطة هيدي خبرية بس هيك يعني حجة هلا ضابطة ومش ضابطة. هلا مش ضابطة لأنه عندهم كل الصلاحيات وبيقدر يكونوا عم بيشتغلوا ليدافعوا عن حقوق العالم، بس هو نسبيا كان في تعيينات أكثر من الانتخابات مش هناك في محسوبيات يعني. هلا بذات الوقت الحكومة المركزية حطوا بعض العراقيل أمام البلديات لتقدر تعمل واجباتها وكثير عراقيل. أول شيء نحن تخيل مثلا برلين بلدية، بلبنان في 1200 بلدية اللي ما بنطلع قد نصها لبرلين، يعني بمحل ما يعني تخيلي أنت لنقول في 10 مليار بدون يتوزعوا على البلدية، فرق ما يتوزعوا على لنقول 20 بلدية كبرى بلبنان بتوزعوا 1200 يعني كم موظف كل وحدة بدها، فبمحل ما قسموا البلديات بشكل انه ما قدر يعني بس المدن الكبرى اللي عم بيكون فيها مصاري وكل المدن الصغرى ما فيها مصاري، يعني عملوا كثير عرائيل. ثاني وحده من العرائيل قال كل 20 مليون دولار بدها اذن القائم مقام او المحافظ، ودائما بتلاحظي البلديات في عليها رقابه مسبقه، بينما التنظيم المدني مجلس الانماء والاعمار اللي فيها مليارات الدولارات اللي عم يصرفوا ما عليها الا مراقبه لاحقه، يعني بمحل ما في انفصام بهذا القانون، انه نحن لازم نكون لا مركزيه والاعتراف بخصوصيه المناطق ولازم ننمي المناطق، وبذات الوقت بيجي القانون باكثر من طريقه بيحاول ياخذ سلطه هذه البلديه. هلا جعل القانون كمان بخلي السلطة المركزية تسيطر أكثر على البلديات، فهون بصير بمحل ما إنه إذا بتجي بلدية مش معنا ما بنساعدها لتعمل تنمية، فبصير هيدا الصراع أكيد. وبالتالي آخر شيء بتطلع برأس العالم وما بصير في تنمية، فهيدا مطلوب. بس مواجهة هيدا الشيء بإنه نبلش الناس تعرف وخصوصا اللي عم يوصلوا على البلدية إنه هن يجب أن يكونوا مستقلين ماليا وإداريا ويشتغلوا ويحاربوا كرمال هيدا الشيء، وهذا ما ممكن يكون إذا ما بنوا ثقة مع الناس وتحالفوا معهم من أجل يعملوا تنمية ويواجهوا أي عرقلة ممكن تعملها السلطة المركزية. يعني إن شاء الله يكون في وعي وإن شاء الله كمان كل شخص مرشح يكون عنده برنامج لحتى كمان ينتخب على أساسه ويكون في تطبيق لهيدا البرنامج وما يقول الحق على الدولة أو ما عم بيخلوني أعمل شيء، بدنا بقى فعالية إن شاء الله نقدر نوصل لهالشيء، ونتمنى كمان إنه الانتخابات البلدية تصير بوقتها لأنه هالقد البلدية قصة مهمة مفروض تكون بمناطقنا. نحن بنعطي لقاء
معك جديد إن الله يرد الأسبوع المقبل لحتى نفهم أكثر كمان حول هذا الموضوع ونعرف كل مواطن شو عنده هو صلاحيته وشو من حقه يطالب بلديته. بدي أتشكر حضورك من جديد معنا. أنا بس كنت جملة كملة بس لأنه مصادر البلديات كنت عم أقول أربعة بس لما تكون انقطشت لكن قلت الجباية المباشرة قلت في جباية غير مباشرة اللي هي من بيجي من التليفون والمي وحكيت والتليفونات اللي بنعملها هيدي في نوعين هي مش حفوت فيها هلا بالتفصيل بتجمعهم الحكومة بتحطهم بالصندوق البلدي المستقل على الصندوق البلدي المستقل مستقل عن مين مستقل عن الحكومة لا ما هي مفترض مستقل عن الحكومة يعني هذا للبلديات وكمان هيدا مسيطر عليه مش عم يعطوهم مصاريف وجزء من تعطيل العمل البلدي وثالث شيء هي الهبات الدولية اللي بتوصلها أو الاستثمارات اللي عملتهم البلدية بالأراضي الخاصة هي ما في ميزانية الدولة بتحددها للبلدية البلدية هي أنها مستقلة هي تحدد هي تطلب قد ردها لا هي عم بتجمع مصاري قلت أنا في كذا نوع جباية بس من في مصاري يعني. بس هولي مثلا بيروت لحالة بتجمع 800 مليون دولار بالسنة نعم. يعني هولي كتير منهم قليل في استقلالية للمصاري هي بتجمعهم من الناس أو عبر الحكومة بس هيدا بكون لإلها يعني ما فيها الحكومة تتصرف فيها لذلك سموه المستقل هو كلهم بفوتوا على البلدية إذا البلدية صار عندها مصاري شو بدها تعمل بهيدا المصاري هيدا السؤال اللي نحن ما عم نشوف له ما في جواب ولا تطبيق بركي منعرف عنه أكتر الجواب نحن أصلا عايشين الجواب بدنا نعرف تفاصيل أكتر الأسبوع المقبل معك محمد أيوب المدير التنفيذي لجمعية نحن أهلا وسهلا فيك شكرا لك أهلا مشاهدينا فاصل ومرجع